يوم 4 سنوات على رحيلة روائية الجزائرية آسيا جبار، هذا الأديبة اللي فرضت اسمها في أدب موليار وكانت أول عربية وجزائرية تحتل مناصب في أكاديمية اللغة الفرنسية. آسيا جبار فازت بعدة جوائز في الكتاب والأدب. التقرير لماريا بن عادل. J'ai été formée, nourrie par la mémoire en arabe, en berbère. هي اللي رفعت قلمها وتعمقت في وصف المعضلات اللي تقابل النساء في حياتهن، هي اللي ساندت ثورة بلدها وفرضت روحها ككاتبة عالمية واحتلت مناصب كأول امرأة من المغرب العربي الكبير والعالم العربي تتقلدها. آسيا جبار زادت باسم فاطمة الزهراء في مدينة شرشال، انفردت بكتاباتها وكان لها تجربة في المسرح والإخراج السينمائي، كتبت بعنوان العطش وقلمها لم يجوف يوما، وفي عز العشرية السوداء عنونت كتبها بالجزائر البيضاء وهرا لغة ميتة. آسيا كانت أول امرأة عضو في أكاديمية اللغة الفرنسية، وهي أعلى مؤسسة فرنسية تختص بتراث اللغة الفرنسية، وأول شخصية جزائرية تنتسب إلى دار المعلمين، وأول كاتبة عربية تحصل على جائزة السلام الألمانية من جمعية الناشرين الألمانية. تمر اليوم ذكرى وفاتها الرابعة، وفي كل مرة نكتشف ما خبأته سطور كتاباتها.